طار خلني ادور لكم ابيات اقول يالله في باب على الخير مفتوح اي بالله واجعل بقايا العمر خيرا وخيرا يا من لطفت بنوح واللي مع نوح الطف علي بالعافيه والستير اي بالله اسالك صدر الاحسن القول مشروع واسالك نور اهل الوجيه المنيره اي بالله واسالك عفوا بعد هالذنب مسموح يا من اللي ضاقت علي استجيره خلوني يتكلم عن السر وابوه حتى ولو قلت وتبيح السريره سر غدا ما بين ناصح ومنصوح وخاف ينسى في السنين الاخيره الصدق والاخلاص والحب مذبوح وشلون بسكت والقضيه كبيره لا طيب الا طيب القلب والروح ولا صادق الا من صدق مع ضميره ولا ترى الكذاب لابد مطروح يدور والدور الرحل مستديرة وموت الضمير يخلي القلب مجروح راعيه طير ما يسره مطيره حتى لو انه لبس له ثوب ممدوح يلقى النتيجة يوم يلقى مصيره وصلوا عدد نون سنة برقه يلوح على النبي أهل الوجيه السفير هذه من ناحية النظم.